بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم. مستقبل الوطن في هذه الحلقة يسلط الضوء على حادث استهداف مقر إقامة الحكومة في عدن. فما دلالات استهداف مقر إقامة الحكومة وعمليات التحالف في عدن، وإلى أي مدى يمكن أن ينعكس هذه أو تنعكس هذه الأحداث على الأوضاع الأمنية هناك، وما الذي يتوجب على الحكومة والرئاسة من أجل تأمين عدن والمحافظات المحررة؟ هذا الموضوع أناقشه مع ضيفي في الاستوديو الصحفي ورئيس تحرير موقع هنا عدن أنيس منصور. أهلا أستاذ أنيس. أهلا وسهلا، يا مرحبا، شرفت لنا إن شاء الله. ونحن كذلك كما سينضم معنا أيضا عبد الرقيب فتح وزير الإدارة المحلية رئيس لجنة الإغاثة، ونايف البكري وزير الشباب والرياضة قائد المقاومة الشعبية بعدن، ومجموعة أيضا من الإخوة المتصلين سيكونون معنا لمناقشة هذا الموضوع. أجدد ترحيبي بك أستاذ أنيس، وأهلا وسهلا فيك. حادث اليوم ربما حاول فاعله أن يلفت الأنظار بعيدا عن الانتصار الذي حدث في مأرب. نعم. ما التفاصيل الذي توفرت إليك عندك حتى اللحظة حول الحادث؟ طبعا هي تفاصيل نشرتها بعض وسائل الإعلام متفرقة وتضاربت الأنباء فيها، لكن باختصار هي عبارة عن ثلاث سيارات مفخخة. السيارة الأولى استهدفت قصر أو يعني فندق القصر الذي يقيم فيه الحكومة ونائب رئيس الجمهورية. السيارة الثانية استهدفت قوات تابعة للتحالف، وهي أيضا تحديدا للهلال الأحمر الإماراتي، موجودين في أطراف مدينة البريقة بجانب مصافي عدن، وهي على يعني فلة على شاطئ في منطقة جميلة جدا هكذا، تتبع يعني الشيخ المعروف صالح بن فريد العولقي، وقد تم تأجيرها لهؤلاء القوم أو لهؤلاء الناس. إضافة إلى ذلك في قوة موجودة بجانب مصنع الحديد، مصنع بزرعة أيضا ما بين البريقة وما بين منطقة الحسوة هكذا في مساحة. تم استهداف يعني سيارات مفخخة في هذا التوقيت تحديدا، يعني كان التوقيت واحد، الزمن واحد، عملية الانفجار. أصيبت الحكومة باستغراب، يعني حالة استغراب رابع. أولا كيف تخطت السيارة البوابة الرئيسية بينما تم الانفجار أمام البوابة الفندق الثاني؟ طيب سنناقش هذه الأشياء، لكن تضاربت الأنباء في البداية عن الانفجار. صواريخ؟ لا، ليست صواريخ طبعا. عملية الانفجار هي أبوات ناصفة زرعت في ثلاث سيارات، وأظن أحدها في مفخخة كانت تابعة للأمن المركزي من ضمن الذي تم استيلاء عليها أثناء الحروب من بعض الجماعات في تلك الفترة. لكن ما حصل، هناك تخوف. لماذا تخوف؟ لماذا على يعني البعض استغرب من تضارب تصريحات بحاح. بحاح كان لديه معلومات كبيرة جدا أن تحركات حوثية موجودة في جبال المقاطرة القبيطة، حيفان، كرش، الشريقة، هذه المناطق كانت، وأيضا الوزعية، كان هناك تحرك وبلاغات أن هناك تحرك يقوم به عدد من القيادات المؤتمرية المولي علي عبد الله صالح مع الحوثيين بإدخال قوة عسكرية، ساعدوا على إدخال القوة. لكن هل أدخلوا مع القوة هذه الصواريخ؟ وكان هناك تحذيرات من أنه، حتى أنا أقول لك أن الرئيس عبد ربه منصور هادي قبل زيارته أبلغ أن هناك تحركات من هذا النوع، وأخر زيارته يومين من هذا. أيضا هذه معلومة ممكن نؤكدها أيضا أنه، لكن بعد أن تم إبلاغ، بعد أن تم يعني هذه المعلومات كانت موجودة، وظل طيران الاستطلاع يبحث عن هذه القوة، عن هذه الصواريخ، فكان هناك بلاغات أولية، وكان البعض يعني يتحدث عن استهداف فندق القصر من قبل، لكن اتضح على أن العملية عملية داخلية قام يعني تفاصيلها داخلية من قبل قوة داخلية، عملية تفخيخ كان نتائجها مقتل عدد من أفراد القوات التحالف أو القوات الإماراتية والقوات وواحد أيضا من القوة من المملكة العربية السعودية. نعم، واحد من القوات السعودية. نعم. وأيضا مجموعة من اليمنيين. نعم، كل مجموعة يمكن 15. نعم، هو في هذا العدد يعني في الطريقة. لكن كانت العملية مأساوية جدا. بعدين ممكن نأخذ الموضوع. رحمة الله على كل الذين قضوا في هذه العملية. طيب أستاذ أنيس، فيما يتعلق ب التوقع كان أن تكون ضربة حسب التهديدات وحسب الضربات السابقة، لكن اختلفت هذه المرة كما أشرت إلى عملية داخلية. لكن أقول لك أخي أنه أنا حسب علمي من معلومات استخباراتية من بعض الجهات الأمنية وأنا على تواصل حديث، أنه سبق وإن تم تلقت القوات هذه التهديدات، لكن لم يتم استخدام أو اتخاذ التهديد من قبل هذه الجماعة. لم يتم أخذ هذا التهديد بمحمل الجد،
لم يتم استخدام او خلف هذه الجد. كانت القوه موجوده في السفاره سابقا، شوف كانت القوه موجوده في الفتح، في منطقه الفتح اللي هي منطقه القصر 22 مايو تم عمليه 22 مايو. للاسف الشديد علي عبد الله صالح ايضا يعني جالس يضغط غلب لمساله 22 مايو، مستشفى 22 مايو، طريق 22 مايو، الشغل كله يعني بهذه الامر. فكانت هناك عمليه تسمى عمليه 22 مايو ايضا كانت تتواجد فيها، فانسحبت هذه القوى بهذه المناطق الى المناطق الاخرى، منطقه التواهي، منطقه التواهي تتواجد فيها هذه الجماعات وبعض المدارس الموجوده. وهذه يعني هم ايضا تبع علي عبد الله صالح، نحن نقول ان التحديات ما زالت موجوده، البعض احتفل بالنصر لكن كلنا هناك الغام سياسيه موجوده هي تظلم علي عبد الله صالح. مثل ما قلت يعني انه كان هناك توقع ان تكون هناك ضربات، وكان هناك تهديدات من قبل الميليشيا الحوثي وصالح بان يتم استهداف تكتلات او تجمعات للحكومه اليمنيه او كذلك للجيش الوطني والمقاومه وللتحالف، لكن دخول هذه العملية بهذا الشكل وتبنيها من قبل هذه الجماعة أيضا ربما غير المشهد نوعا ما. لا، لم يتغير المشهد يا أخي. هؤلاء صراحة الحوثيين يرفعون الموت لأمريكا والعداء لإسرائيل والقتلى وشعارهم واضح، والقتلى والشهداء والكذا كلهم يمنيين ومسلمين وعرب. نفس الكلام هذه الجماعة ترفع الشعار الموت لأمريكا وضد إسرائيل والصليب وغيرها من الشعارات والبيانات ومنشوراتهم أنهم ضد هذا، لكن كل الذين قتلى وكل من يستهدفون أمن وتطبيع الحياة. أخي هناك أوراق إيجابية قام بها الدولة، تلك الأوراق الجميلة، المدارس وهي تفتتح بالله عليك، المستشفيات وهي تعاد، الحياة وهي يعني تعود، تطبيع الحياة الاجتماعية والسياسية والتربوية والتعليمية، والتحركات اللي قام بها الرئيس عبد الرب منصور هادي والزيارات التي قام يقوم بها بها كلها عبارة عن أوراق إيجابية. دور الهلال الأحمر الإماراتي دورا إيجابيا في مسألة ترميم المدارس، إغاثة الناس، حتى حفلات العيد يعني كانت جميلة جدا. بل هؤلاء أيضا يعني التهديدات حتى على احتفالات العيد، بعض الاحتفالات التي كانت في العيد هوجمت، وبعضها يعني أصبح أيضا عمليات موجودة على بعض سواحل عدن، يعني البحث عن هوية الزوج هو أسرته وعائلته، فإذا بهؤلاء يفتشون حتى في خصوصية الناس، موجود هذه التحديات. وكلنا نتحدث عن هؤلاء أيضا هم يخدمون علي عبد الله صالح، هؤلاء هم جنود علي عبد الله صالح. والدليل على ذلك يعني ما بثته من أفلام قناة الجزيرة في مسألة الضابط الاستخبارات وغيرها، لا تؤخذ هذه لا تؤخذ عن الحيثيات والأحداث السابقة. نعم. طيب ممكن تسمح لي هنا أشرك معي الناشط والمحلل السياسي باسم الحكيمي. أهلا وسهلا بك باسم، ونحن نتحدث اليوم عن حادث استهداف مقر الحكومة وكذلك مقر للهلال الأحمر الإماراتي، ويعني راح ضحية أيضا مجموعة من الجنود والأفراد، نترحم عليهم جميعا. تعليقك أولا على الحادث. بسم الله الرحمن الرحيم، بالبداية مرحبا بك أخي مختار والضيف الكريم. أهلا وسهلا. في الحقيقة هو الحادث هذا، نحن نعيش خضم حرب، وبالتالي من المتوقع أن يكون هناك ارتدادات لهذه الحرب، تناوشات هنا وهناك، تفجيرات، اغتيالات، هذا وضع طبيعي في ظل السياق الذي نعيشه، سياق الحرب والمعارك مع جماعات الحوثي. لكن باعتقادي أن من يقف التوقيت للقيام بهذه العملية هي لها قراءات سياسية، وهذه القراءات أولا أراد الفاعلين من هذه العملية أولا أن يغطوا على الخسائر والهزائم التي تلقوها في معارك من خلال عملية يريدون أن يحكوا الرأي العام، هي إلى مسألة الهدوء الذي تعرضت له عدن، وصرف الأنظار عن الانتصارات التي تحققت فيها المغرب والخسائر التي تعرضت لها الميليشيات الحوثي. لا يختلف اثنين أن من يقف وراء هذه الأعمال هي الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. كلنا ندرك جيدا أن هذه التنظيمات الإرهابية في اليمن القاعدة تربت تحت أقلية الاستخبارات الخاصة بها المخلوع علي عبد الله صالح، كلنا ندرك جيدا أنها أدوات يستخدمها المخلوع علي عبد الله صالح. صحيح هناك فكر ضال وفكر متطرف، لكن هذا الفكر الضال والمتطرف مخترق وموجه من قبل الاستخبارات التابعة للمخلوع علي عبد الله صالح، وكلنا يعرف ذلك جيدا. يعني الذي يفجر نفسه هو الشخص الذي يأتي ويفجر نفسه هو الحلقة الأخيرة من عدة حلقات مترابطة مع بعضها. هذا الذي يفجر نفسه هو شخص مغرر فيه وهو فعلا على باطل، ولكن
مسألة الحلقات المفقودة من رتب وخطط ومول ونسق ورتب وجهز وأعدد، وهذه هي هناك المخابرات في هذه الحلقات الخفية. يعني هذا ما يفسر توجه داعش لقتال مثلا او للتفجير في الحكومه والجيش وجيش التحالف والجيش الوطني، رغم ان من يدعي محاربه داعش ويتغنى بهذا عبر وسائل الاعلام هو الحوثي. اريد ان اوضح نقطه في غايه الاهميه، ما علاقه داعش بايران؟ وهل فعلا هناك حاله عداء حقيقيه عقائديه بين داعش والجماعات الشيعيه الايرانيه؟ هذه الجماعات المتطرفة داعش هي صنيعة استخبارات إيرانية وأمريكية تم اختراقها في اليمن. سأقول لك في اليمن داعش والقاعدة في اليمن تم اختراقها وكيف سلم الملف لإيران. أن ملف الأمن القومي الذي كانت تتواجد فيه كل الملفات المتعلقة بالقاعدة وشفرات التنظيمات السرية والإرهابية كانت في الأمن القومي مع عمار صالح. بعد دخول الحوثيين في 21 سبتمبر صنعاء سلم الملف لإيران، وأصبح الملف مسلم بإيران. طلعت على كل التفاصيل واخترقت هذه التنظيمات وبدأت تديرها وتمنهجها بشكل واضح جدا. لو ترى أنت داعش في العراق مثلا، هل سمعنا أن داعش تبنت عمليات إرهابية ضد مصالح إيرانية أو جماعات شيعية مثلا في إيران؟ لا، هي تتولى كل أعمالها مركزة في السعودية، على أطراف السعودية، في المناطق الجنوبية في السعودية، في اليمن. فهي أصبحت مخترقة وموجهة من قبل الاستخبارات الإيرانية. هذا ابقى معي مشكورا، ساعود اليك. اعطي ايضا فرصه للاستاذ انيس منصور، هو ضيفي هنا في الاستوديو، الصحفي ورئيس تحرير موقع هنا عدن. يعني الهدف من نسب العمليه الى داعش او خروج داعش او ما يسمى داعش ببيان ينسب العمليه له، من اجل ماذا؟ المشكلة ليست أيضا، يعني ولو قاطعتك في هذه النقطة، أليس مثلا لو كانت تبنتها جماعة الحوثي أو صالح، هذا برضو أيضا جزء من الحرب ومضخة لها. أخي أنا الموضوع الثاني أيضا اللي أنت يعني ممكن أن ننبه الإخوة المشاهدين وننبه الرأي العام، خلال ساعات يعني المعلوم أن تنظيم القاعدة، التنظيمات الإرهابية مثل داعش مثل كذا، لأول مرة يأتي مصطلح داعش رسميا داخل اليمن تحديدا. كانت عبارة عن مداوشات ومناوشات هنا وهنا، لكن لم يكن هناك اتهام واضح أو اتهام صريح أو حتى بيانا صريحا لمسمى داعش. هذا الأول. الأمر الثاني أخي، لماذا التوقيت العاجل؟ المعروف أن التنظيمات هذه تقوم بسرعة، يعني بعد 3 أيام 4 أيام أحيانا من العمليات، بعد شهر تقوم وتنظم القاعدة بالإعلان، لكن هذه بسرعة جنونية. يعني عاد الدم ما زال طريا، وعاد الأدخلة ما زالت طرية، وعاد الوضع كذا. فإذا بنا نشاهد بيان يتحدث عن القتل، عن المستشهدين المسمى، وعن هؤلاء الانتحاريين، وعن طبيعة العملية وتفاصيلها كامل، مما يؤكد أن هؤلاء يريدوا بسرعة إنقاذ علي عبد الله صالح. تمام، هؤلاء الذين إن كانوا يدعون أنهم معهم عداء مع إيران، لماذا لم يذهبوا إلى خطوط التماس الموجودة الآن مع الحوثيين؟ لمشاهد لهم أي عمليات منذ بداية الحرب حتى الآن. ما حصل أيضا في صنعاء قبل حوالي شهر، وهي تلك العملية من قبل يعني قائم رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في أمانة العاصمة، كان يجهز سيارة في بيته لتفجيرها مساء الخميس، لتفجيرها صباح الجمعة في أحدى المساجد الموجودة، بالتزامن مع عملية تفجير حصلت الآن في صنعاء حسب علمي، وسقط فيها عدد كذا. يعني مما يؤكد على أن هذه القاعدة هي قاعدة سياسية أداة من أو داعش أو غيرها من غيرها أتباع علي عبد الله صالح. أنا وأنت كنا نلتقي في استوديو سهيل في العاصمة اليمنية صنعاء، وكنا نتحدث عن في عام 2011 وما بعد 2011 عما حصل في أبين. أنت تنظر في تلك العنفوان الثورة، وهم يريدوا إسقاط علي عبد الله صالح، وعلي عبد الله كان في زاوية محجورة محدودة بفعل ثوري موجود على مستوى اليمن. فإذا بنا نتغير المسار ويفجر لنا مسألة ماذا؟ السيطرة على زنجبار، والسيطرة على أبين، والسيطرة على جعان، وإعلان الولايات وإعلان الإمارات. ثم دابت هذه العملية في بلحظة عين كما شاهدنا ورأينا أنها ماذا؟ ضاعت مباشرة
وعادت الحياة إلى طبيعتها. معلوم أيضا أن أنا كنت على يعني صديق وإن تحدثت مساء اليوم مع أحد القنوات لها وسألتني المذيع عن نفس المنطق، قلت له هناك قاعدة سياسية يمنية، هذه القاعدة السياسية اليمنية تقول إذا أردت معرفة من يقف خلف أي حدث ستعلم أن من المستفيد من هذا الحدث. السؤال، من المستفيد من عملية مهاجمة الدولة في إعادة تطبيع الحياة؟ من أولا، من المستفيد من عملية إبعاد التحالف التحالف العربي على اليمن أو على عدن؟ من المستفيد من استهدافها؟ بلا شك الحوثي وصالح. بالضبط. هل يحتاجون إلى قفازات؟ عفوا، لماذا يحتفل؟ سؤال، لماذا يحتفل هؤلاء الآن يعني في هذه المأساة الحوثيين وإعلام الحوثي وإعلام علي عبد الله صالح يحتفل بذلك يا أخي عندما سقط؟ السؤال هنا برضه، هل يحتاجون إلى قفازات مثلا؟ ممكن يتبنوها وانتهت المسألة يعني. لا، هم يعني الواضح هم يريدوا أن بتحديدا أخي عندما أراد أنهار، عندما أنهار نظام المالكي قاموا أظهروا له ماذا؟ أظهروا له داعش. عندما الأسد الآن الأسد يعني في مرحلة من المراحل وهو بانهيار نظامه، فإذا بهم يظهر له داعش. الآن علي عبد الله صالح انهارت معسكراته، مؤسساته، دمرت، استنزفت. الآن قاب قوسين أو أدنى من السيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء، 40 كيلومتر يعني الآن فيما بين خولان وما بين المنطقة وهي آخر مديرية من مديرية صنعاء، الآن مسافة ما يقارب 35 كيلومترا من مارب إلى هذه المنطقة. بمعنى يعني ماذا؟ بمعنى أن هناك عملية انكماشية موجودة على مستوى المحاء، انتصارات على الموقع الاستراتيجي الهام الذي ظلت تدندن وتهاون عليه وتراهن عليه إيران. كل هذه الانتصارات المتواجدة وعملية الاستنزاف ماذا هي؟ أراد أن يحرف مسار الأنظار، أراد أن يحول الهزيمة إلى لذلك علي عبد الله صالح أنا أقول صراحة سيظل يلعب بأوراق كثيرة جدا، لأنه الراجل 35 و 33 سنة ليس سهلا من الحكم. إضافة إلى ذلك من كان يظن أن تلك المخازن اللي كل طيب. يوم نسمع عليها تتفجر. طيب أستاذ أنس، طيب اسمح لي هنا أعود إلى باسم الحكيمي. أستاذ باسم، فيما يتعلق ب استطاعت هذه الحركة من قبل منفذيها أن تلفت الأنظار بعيدا عن ميليشيا الحوثي وصالح، ومن خلال هذه التسميات الاستخباراتية بلا شك، لكن برضو التساؤل القائم، كيف استطاعت سواء كانت من هذه الجهة أو من هذه الجهة أن تخترق التحصينات إذا كان هناك تحصينات أمنية وترتكب مثل هذه الأعمال والحوادث التي تعتبر خرق أمني كبير؟ صحيح، أنا كنت أريد أن أتكلم في هذه النقطة. طبعا كشفت هذه العملية أن هناك كان سياج أمني ضعيف جدا للغاية. أنا كانت أتخيل أن الحراسة التي كانت موجودة حول فندق القصر، يعني الحكومة الشرعية بكل فرقها الدبلوماسي والسياسي موجودة في فندق القصر، هم يأتون ليعملوا سياج أمني ضعيف جدا لا يتجاوز. المعلومات التي وصلت إلينا أن عدد الحراسة التي كانت حول القصر هي سياج واحد لا يتجاوز عددهم تقريبا 45 عسكري إماراتي ويمني. هذا يعكس مدى الاستخفاف من قبل الحكومة بالخصم والعدو. يعني لابد أن يكون هناك على الأقل 3 سياجات أمنية، لكن دخلت المدرعة الأولى وفجرت وعملت فجوة، ثم جاءت المدرعة الثانية ودخلت حتى من البوابة الرئيسية لفندق القصر، دخلت حتى داخل القصر نفسه إلى صالة القصر. يعني لم يستطع أحد أن يوقف هذا، حتى لو كان هناك سياج أمني كون سيتم ضربة بالإربيجي انتهى الموضوع. لكن هذا يكشف عن هشاشة الوضع الأمني وأن هناك استخفاف من قبل الحكومة في الوضع الأمني، وإلا نحن في وضع حرب ونبغي أن نأخذ كل الاحتياطات الأمنية والعسكرية ويكون هناك سياجة أمنية قوية، خصوصا أن في ظل هذا الانفلات الأمني والذي تعيشه البلاد. لكن أن يترك الوضع بهذه الطريقة فهذا مؤشر وفجوة أمنية كبيرة جدا وقعت فيه الحكومة. أنا في اعتقادي أنه في الجنوب لابد أن يكون الترتيب، هناك مسألة إغارة الأهمية، السلاح منتشر في كل مكان، حتى الأسلحة الثقيلة لا زالت موجودة مع بشكل شخصي مع بعض الأفراد، الدبابات والمسطعات، هذا خلل كبير جدا. لابد من سرعة دمج أفراد المقاومة في الجيش وسحب هذه الآليات والمدرعات، ثم بعد ذلك يتم التعامل مع الأشخاص الخارجين. طيب. عن منظومة الجيش
طيب بشكل قوي وحازم. سنتحدث سنفصل أيضا في كيفية كيف يمكن ضبط الأمور الأمنية بشكل أكبر في هذا الموضوع. اسمح لي هنا وستبقى معي أن أشرك أيضا معي الدكتور أحمد عطية عضو لجنة صياغة الدستور عضو مؤتمر الحوار. دكتور أحمد مرحبا بك. تعليقك أولا عن حادث اليوم سواء وهو موضوع حلقتنا الحادث الذي حدث في عدن من استهداف لمقر الحكومة وممكن أيضا نعرج على الحادث أيضا الذي حدث في صنعاء وهو أيضا يأتي في ضمن في نفس السياق. شكرا جزيلا. أولا نحن نترحم على الشهداء وندعو لهم بالمغفرة وندين إدانة مطلقة لهذا الحادث الذي يريد أن يخلق الأوراق بعد هذا النصر المؤلم الذي حصل في عدن في المحافظات الجنوبية والانتصارات التي تحصل في مأرب هذه الليلة. ونحن لما يصبح فكرة داعش أو ما يسمى بداعش فكرة تنطلي على السدج من الناس فضلا عن الساسة والقادة، وبالتالي يجب على الحكومة أن تعزم العقد الأمنية والعهد لهذا الشعب على الصمود. ونحن الآن في مرحلة حرب ونتوقع في مراحل الحرب كل شيء، ولكني من خلال هذه المداخلة أحب أن أحيط المشاهد الكريم بنقطة مهمة. أنت الآن لما تخرج لص من غرف البيت كلها ثم تضع اللص على الباب كأنك لم تخرجه من بيتك، لا زال واقفا على باب البيت، هو خرج من الغرف كاملة لكنه واقف على الباب. نحن خرج الحوثي من المحافظات الجنوبية لكنه واقف على الباب في تعز، على الباب في كرش، في المناطق الحدودية ما زال متمركز. وبالتالي فإننا لا نستبعد مثل هذه العمليات مع وجود هذا العدو على مقربة من عدن. والسرعة القصوى التي يجب أن يقوم بها التحالف والحكومة والرئاسة تحرير تعز، تحرير تعز هو الخطوة لتحرير الشمال والجنوب لأنها شوكة ميزان ما بين شمال اليمن وجنوبه. طيب ستبقى معي دكتور، سأعود إليك في إطار النقاط اللي أثيرت قبل قليل أستاذ أنيس. يعني ربما ممكن يعود الأمر بمجمله إلى الوضع الأمني في عدن. هناك شكاوى تصل وهناك أيضا كتابات ونقاد الكثير يتحدث عن الوضع الأمني، البعض يعتبره هش في عدن، لكن يعني لماذا بعد شهور من تحرير عدن الوضع الأمني ما زال بهذه الصورة؟ طبعا سؤال جميل، وأنا أقول لك يعني هناك حالة فراغ استغلها هؤلاء، هناك حالة تخوف من قبل الجيش الأمني أو القوات الأمنية التي كانت يعني سيتم فيها كمراكز شرط، وهذه المراكز طبعا حتى بعض الشرط منعت من افتتاحها مثل شرطة القاهرة وبعض الأماكن. دعني أقول لك منعت من قبل من؟ منعت من قبل هذه الجماعات ذاتها، يعني كانت متواجدة وكان البعض يتحاشى الحديث عن هذه الجماعات حتى لا يستغلها الحوثي وعلي عبد الله صالح إعلاميا. طيب. لدفع القوى الدولية في مسألة اللعب على عدن. اللي حصل أخي هناك سوق خاص بالسلاح، سبق وإن ارفعنا أصواتنا وأقلامنا وتحدثنا على أن سوق موجود في الشيخ عثمان لابد أن يبعد، هذا السوق لابد أن يتوقف. عدن لا تعرف السلاح ولا تعرف الضخيرة ولا تعرف منها من الباروت ولا تعرف شيء، عدن تعرف النوادي والسواحل والأندية الرياضية والجانب المدني الحضاري الجميل الذي أنت تعرفه وقد زرت عدن وشاهدت كل هذه الأمور. الأمر الثاني أيضا تحولت الموضوع إلى كانتونيات عسكرية مسلحة، يعني كل شيء كل واحد لديه جماعة وهو يعني يمثل على أنه مقاومة بينما اتضح أنه ليس له من القوة، لذلك لابد من تحويحيد أو لابد من صرف زي رسمي خاص بالمقاومة. هذا الزي يستطيع واحد أن يفرق ما بين المسلح وما بين البلطجي وما بين المقاومة لأنه اختلطت الأوراق، بعضهم يعني تحولوا بعض الأماكن وبعض كذا تحت مسمى المقاومة يرتكب أخطاء، تجي تخاطب المقاومة يقول هذا لا يمثلنا وإنما هذا يريد أن يشوه بصورة المقاومة. السؤال الآخر، هناك مجموعة أيضا لديها مثلا المجاميع لديهم كما ذكر الأخ باسم لديهم يعني تصور أن أحد الجهات أو أحد أو أحد من ينتمون لأحد القبائل لديهم يعني منصات كاتيوشا، تصور واحد لديه مدفع يعني مدفعية 23، واحد لديه دبابة معهم، وهؤلاء يريدوا أحيانا يعني عرضوها للعرض المزاد يشتري يبيعوا كمان، يعني مأساة كبيرة جدا
موجودة في هذه المنطقة في صراحة. الأمر الثاني دعني أقول أنا الشيخ عطية أو يعني تحدث على موضوع مهم جدا وهو موضوع أنه نحن تحدثنا أنه لا يمكن أن يتم أن تأمن عدن ما لم يتم تحرير المحافظات الشمالية. إنه هذه اللاعبة الآن لابد أن يكون هناك ردة فعل. ردة الفعل للتحالف وللشرعية وللجيش الوطني هي تحرير المناطق والاستمرار في إضعاف أو في دحر قوات علي عبد الله صالح والحوثي، لأن هذه ورقة من أوراقهم أيضا. سأعطيك أيضا مجال تفصل في هذه النقطة. أعود إلى باسم الحكيمي فيما يتعلق بضبط الأمن في عدن. يعني أيضا الواقع اللي وصف لناه الأستاذ أنيس المنصور والحكومة المتواجدة أيضا في عدن برئاستها ونائب رئيس الجمهورية، يعني مش معقول أيضا شهور تمضي والحال على ما هو عليه. يعني من يتحمل مسؤولية؟ هل هناك صعوبات من وجهة نظرك تمنع؟ أنا في اعتقادي أنا تكلمت في أكثر من مرة، أعتقد آخر مقابلة كان معك أستاذ مختار في قناة سهيل، تكلمت قلنا هذه الإنجازات العسكرية والانتصارات الذي تتم الآن ضد ميليشيات الحوثي إلا مرافقها أداء سياسي عالي جدا وجدية في التعاطي مع الملفات الأمنية والخدمية ستتحول إلى انتكاسات حقيقية. 6 أشهر الآن المفروض أن الوضع الأمني في الحد الأدنى قد تم ترتيبه في عدن. إذا كان إلى هذه اللحظة لم يتم ترتيب الوضع الأمني في عدن، كيف ستقنعني أنك سترتب الوضع الأمني في باقي المحافظات التي لا تزالت تحت سيطرة ميليشيات الحوثي؟ لم يكن هناك وضع أمني يلتقط يتم من خلاله استيعاب الوضع بعد الإطاحة بجماعة الحوثي. أعتقد سندخل في دوامة عنف. أعتقد أن المسألة لا ليست بهذه الصعوبة التي نتوقعها، لكن تحتاج نوع من الإرادة السياسية الحقيقية. أنا في اعتقادي صدر قرار رئيس الجمهورية بدرجة المقاومة في الجيش. لماذا لم يتم البدء عمليا بصرف الزي وسحب الآليات والمعدات وطرحها من الشباب الموجودين الآن في عدن وإدراجها في مخازن الدولة، ثم بعد ذلك حتى يتم التعامل مع الآليات التي توجد مع أشخاص خارج إطار مؤسسة الدولة؟ الآن صعب مع من تتعامل، كل واحد معه دبابة لرأسه. كيف تتعامل مع هذا الوضع؟ لابد أولا قرار الدم، الفكرة من قرار الدم هو سحب هذه الآليات إلى مخازن الدولة. هذه الفكرة من قرار الدم حتى تستطيع أن تتعامل مع باقي الجماعات التي رفضت تسليم سلاحها والاندماج من مؤسسة الجيش. لكن الآن في ظل هذا الوضع صعب جدا، كل واحد يمتلك دبابات زي ما قال لك الأخ أنيس منصور، معاهم منصات صواريخ كاتيوشا. نحن أمام وضع مرعب، يعني لم يتم التساؤلات اللي وضعتها أستاذ باسم. الدكتور أحمد عطية، هل تجد لمثل هذه التساؤلات جواب؟ مثلا الأستاذ باسم عزى الأمر إلى عدم توفر الإرادة، يعني لو توفرت الإرادة سيكون هناك عمل جاد على الميدان. اعتقادك ما فيش إرادة مثلا نستطيع أن نقول مثل هذا، أو أن هناك أمور أخرى ربما تدار ولا أحد يعلم بها؟ والله أنا أتمنى من فخامة رئيس الجمهورية أن يصدر قرار شجاع هذه الليلة بتشكيل حكومة طوارئ، وتشكيل حكومة الطوارئ ربما تحل كثير من الإشكاليات، لأنه للأسف الشديد الحكومة القائمة الآن طيلة هذه الفترة سواء كان قبل عودتها إلى عدن أو الآن بعد عودتها إلى عدن لم نرى شيء ملموس فيه جدية في مسألة تحصين الجانب الأمني. وإلا كيف دخلت هذه السيارات إلى مقر حكومي محصن؟ هذا سؤال مهم يطرح نفسه، كيف دخلت؟ ولهذا لابد من المبادرة بتشكيل حكومة طوارئ أو ما تسمى حكومة حرب في بعض الدول، وليس بالضرورة أن تكون 30 وزير من أجل أن تقود المرحلة الراهنة، وإلا فإننا سنعود من انتكاسة إلى انتكاسة لا سمح الله. ثم لابد من الإسراع في مسألة دعم جبهة تعز. جبهة تعز خذلت، تذبح تعز للوريد للوريد والكل يتفرج فيها، فكان الأولى أنه يتم المبادرة حتى لا نصل إلى ما وصلنا إليه، ولا يجد أي طرف من الأطراف سواء كان من تبنوا العملية اليوم أو غيرهم أي مدخل إلى عدن الحبيبة التي قدمت هذه التضحيات كلها. ولا نريد أن يعني نقول التي نقبت غزلها بعد قوة. ما دم أشرت إلى جبهة تعز قبل أن أخرج إلى فاصل، دعني أنقل تساؤل ربما قد يكون منطقي. عملية تحرير تعز حتى إذا تمت وأديرت بنفس الطريقة التي أديرت بها المحافظات المحررة ستبقى الإشكالية قائمة على كل الأحوال.
يعني تقصد في تعز؟ في تعز إذا أديرت بنفس الطريقة ستبقى هناك إشكاليات، وستبقى الإشكاليات في المحافظات الأخرى. هو لابد أن ينظر للمقاومة بنظرة واحدة، سواء كان في تعز، في مأرب، في عدن، في أي مكان، لأنه الإزدواجية في النظر للمقاومة هذا هو سبب الفشل في كثير من المواقف والإخفاقات. نحن نتمنى من القيادة أن تنظر المقاومة بنظرة واحدة متساوية. طيب تكرم بالبقاء معي دكتور. الهدف عودة اليمن إلى أحضان الشرعية. تكرم بالبقاء معي دكتور أحمد عطية، وكذلك الأستاذ باسم الحكيمي. أنس منصور استأذنك أيضا للخروج إلى فاصل قصير، ثم نعود نكمل حوارنا معكم مشاهدينا الكرام. الكرام عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. نحن نناقش اليوم حادث استهداف مقر الحكومة وكذلك مقر تجمع قوات لبعض قوات التحالف في عدن، وأجدد الترحيب هنا بالأستاذ أنيس منصور الصحفي ورئيس تحرير موقع هنا عدن. أهلا وسهلا أستاذ أنيس، ورحب أيضا بضيوفي عبر الهاتف الأستاذ باسم الحكيمي المحلل السياسي، والدكتور أحمد عطية عضو لجنة صياغة الدستور. مرحبا بضيفي الكريمين. أعود إليك أنيس منصور فيما يتعلق بحادثة اليوم، حادثة ليست بالسهلة، تشكر الحكومة ويثنى عليها على إصرارها البقاء في عدن وعدم استجابتها لأي تهديد أو ضغوطات من هذا النوع لمغادرة عدن، لكن بالمقابل لابد من تحميل أو تحمل المسؤولية. من تحمل المسؤولية؟ طبعا أنا أحمل المسؤولية الحكومة يعني كاملة، سواء من جانب الانضباط والمسألة الأمنية، وهم يشعرون أن التحدي موجود أمامهم ليس وليد اليوم. هذا أولا. ثانيا التحميل، أنا مع رأي الدكتور وهو يتحدث عن لابد من إعلان عن حكومة الطوارئ من أجل يعني العمل. إلى الآن دور الحكومة يكاد أن يكون دورا صراحة ضعيفا سيئا. هناك بعض يعني تصور الآن أنت حكومة، على سبيل المثال وزير الخارجية الصائدي داوم عند يعني بحة، وزير الخارجية أيضا يعني رياض ياسين، يعني وزيرين في حكومة واحدة وكل واحد يباشر عمله ويباشر مهمه. أليست هذه إساءة في حق الحكومة؟ لا شك. نعم لا، فلذلك لابد الحكومة أن تراجع ذاتها وتراجع نفسها، وعلى أن تكون هذه الحادثة. أنا أقول لهم إذا ظلينا في هذا الوضع كلنا نحمل الآخر وكلنا نحسبها من ضمن المحاكات والمكايلات السياسية، أو يستغل الفوضى الحاصلة أو كذا، أو يحول الموضوع إلى مشاريع، يعني فإن المستفيد هم هؤلاء الخصوم، ولن تكون هذه الحادثة هي الأولى، ولن تكون هي الحادثة هذه الأخيرة. لابد أن تكون هذه الحادثة هي مقدمة لإعادة ترتيب الأوراق، لإعادة ترتيب الجانب الأمني، لإعادة ترتيب الجانب العسكري. لابد من مزيدا من الدفع، ما لم فإن سنظل نحن في يعني من سفحا. اليوم عدم وجود ثقة الناس، الناس تفاءلوا جدا. أنا والله يعني وأنا أشاهد بحاح والقيادات وهم يزورون المدارس، الصورة الجميلة، أشوف الناس في السواحل، الحياة موجودة، المستشفى شغالة. هؤلاء يريدوا أن يقتلوا هذه الحياة ويحولونها إلى رايات. نعم. ولم يتوقفوا. ويريد أن يحول عدن إلى رايات سوداء. هل يبقى أبناء عدن بهذا الكلام؟ ربما هناك مشاريع أيضا دولية، وليست حتى مشروع يخص علي عبد الله صالح. نعم. طيب أستاذ باسم، يعني الحكومة والدعوة إلى حكومة طوارئ التي أطلقها الدكتور أحمد عطية عضو لجنة صياغة الدستور، البعض يرى أنه الحمد لله يعني سلم الله تعالى للحكومة ورئيس الحكومة هذا اليوم، رغم أن الخطر كان يهددهم بشكل مباشر. يعني لو لم يتم تغييرهم أحياء ممكن كان يتم تغييرهم أموات إذا لا قدر الله. المحافظ محافظ عدن إلى الآن لم يسمى محافظ لإدارة هذه المحافظة المهمة التي تعتبر عاصمة مؤقتة لليمن، كيف تعلم؟ نعم يا أخي الكريم، في اشكاليه حقيقيه، ليست القضيه تشكيل حكومه او تغيير حكومه،
في يعني لا توجد رؤيه لتوزيع المهام والاختصاصات بين مؤسسه الحكومه ومؤسسه الرئاسه. هناك تضارب وصراع خفي لم يظهر بعد وقد ظهر بشكل جلي للاعلام بين مؤسسه الحكومه ومؤسسه الرئاسه. ما هي صلاحيه رئيس الجمهوريه؟ ما هي صلاحيه الحكومه؟ من المسؤول في الرقابة والتقييم على أداء سير الحكومة؟ عفوا باسم، الصلاحيات تحددها الدستور. الصلاحيات عن مراقبة، الصلاحيات تحددها الدستور باسم. حتى نقيم الوضع، حتى نقيم الوضع بشكل دقيق، لا توجد آلية للرقابة والمساءلة داخل المؤسسات الدستورية. مؤسسة الرئاسة داخل في صراع مع مؤسسة الحكومة فيما يخص المهام والاختصاصات. هناك تضارب في المهام والاختصاصات، عدم تحديد دقيق لمهام واختصاصات الحكومة وعدم تحديد دقيق لاختصاصات رئاسة الجمهورية. الحكومة تقول أن مؤسسة الرئاسة لم تعطيها الصلاحيات الكافية لإنجاز المهام وإدارة الأعمال، وهناك من اتهم الرئاسة بأنها تحتفظ كل الصلاحيات والمهام لديها ولا تفوض الحكومة إلا في جانب الإغاثة والأعمال الإنسانية. لا يوجد مؤسسة ثالثة تقوم بعملية الرقابة على أداء الحكومة وتحاسبها. هذا عدم الوجود التنسيق والرقابة بين هذه المؤسسات الدستورية هو سبب التفلت والفوضى الإدارية التي نعيشها اليوم. عندما تدرك الحكومة أن لا يوجد جهاز إداري أو مؤسسة تقول لها أخطأت هنا وأصبت هنا وتقيم أداءها وتضبط انحرافاتها، بالطبيعي أنها لن تنتج أعمال ذات جودة عالية، لأن الرقابة تضبط الانحرافات والأخطاء وتقيم الأعمال وتخرج الأعمال بجودة عالية. عندما تنعدم الرقابة تتحول الأعمال إلى فوضى إدارية وهو ما حصل اليوم. كذلك عدم وجود آلية للتنسيق بين ودخول خلافات بين مؤسسة الحكومة ومؤسسة الرئاسة سبب في تشوه المشهد الذي نعيشه اليوم. حتى وإن شكلنا حكومة طوارئ، هل رئيس الجمهورية مستعد يتنازل بصلاحياته للحكومة لتبدأ تشتغل، أم أنه سيبدأ بعملية ممارسة الحرب على هذه الحكومة واختزال الصلاحيات والمهام في ذاته؟ هناك إشكالية حقيقية هنا، لابد من تقييم الوضع بشكل دقيق إذا عرفنا أن نعالج المشاكل. ليست القضية أن نشكل حكومة طوارئ، طيب استراتيجية حكومة طوارئ، حكومة طوارئ هل بيخلنا الرئيس هذه تعمل على أرض الميدان؟ وإلا سيبدأ يختزل المال والصلاحيات عنده وسيكون كلها أعمال غادية فقط. أشكرك جزيلا. علينا أن نقيم الوضع بشكل دقيق جدا إذا أردنا أن نحلل الكم الهائل من هذه التعقيدات والمشاكل على المشهد السياسي اليمني. شكرا لك يا باسم الحكيمي المحلل السياسي، اشكرك جزيل الشكر، كنت معنا. اعود للدكتور احمد عطيه، اولا رايك فيما اشار اليه باسم الناشط السياسي. ايش اشار اليه؟ اشار الى انه مش المشكله في حكومه طوارئ او ايضا الحكومه الحاليه، هناك تضارب قالها بصراحه في الصلاحيات وهناك عدم جدية في التعامل مع المواقف والأحداث. هو أي خلاف الآن يحصل بين مؤسسة الرئاسة والحكومة هو يستفيد منها الطرف الآخر 100%، ولهذا نتمنى أن يكون الرأي موحد حتى في التصريحات الأخيرة التي تتعلق بإيران كانت مزعجة. الرئاسة تتحدث بشيء والحكومة تتحدث بشيء آخر، وخاصة ونحن في هذه المرحلة الكل مهجر ونازح وخارجين عن وطنهم، كان الأولى أن تكون الرؤية موحدة بدلا عن هذا الخلاف. الأمر الآخر أنه أقوى رد على عمليات اليوم عدم العودة من عدن. إذا عادت الحكومة إلى الرياض من عدن فهذا فشل ذريع لا يمكن أن نعالجه فترة طويلة من الزمن للأسف الشديد. لكن بقائها في ظل عدم ترتيب الأوضاع الأمنية هناك يعرضها للخطر مرة أخرى. إذا من سيبقى إلى جهات الحكومة ولا يوجد محافظ في عدن؟ من البديل؟ البديل الجماعات المسلحة أو البديل أن يعود الحوثي من جديد إلى عدن؟ وهذا ما لا نتمناه. هل هناك بديل آخر للحكومة والمحافظ غير موجود؟ طيب ما هو البديل؟ المواطن البسيط يسأل هذا السؤال، من البديل؟ اسمح لي القيادة على الأرض تدير الأمور وتسيرها. اسمح لي هنا أرحب بمعالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف البكري قائد المقاومة الشعبية بعدن. تحية لك أستاذ نايف وأهلا وسهلا بك في برنامج مستقبل وطن. نحن نتحدث اليوم عن الحادث الذي حدث هذا الصباح واستهدف مقر الحكومة واستهدف أيضا مجموعة من الجنود، جنود التحالف. أخذنا الحديث ربما إلى موضوع محافظ عدن وأهمية ترتيب الوضع الداخلي والأمني في عدن. بإمكانك أن تعلق على الحادثة والرواية الرسمية لما حدث وتشركنا الحديث فيما يتعلق بترتيب الأوضاع الأمنية في عدن.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشكركم أخي الحبيب وأشكر ضيوفك الأعزاء. أهلا بك. نترحم على شهداء العمل الدموي الكريمة النكراء التي شنت اليوم ضد مقر أقامة الحكومة في مدينة عدن، وأيضا إخواننا في التحالف الذين قدموا اليوم في ملحة أخرى أفضع من الشهداء. من استلم اليوم عن هذه المحافظة عدن تعرف حقد هذه الميليشيات الحوثية والعفاشية التي تريد أن تنال من أمن واستقرار هذه المحافظة العزيزة على قلوبنا. محافظة عدن كانت بوابة الانطلاقة لبناء الوطن ولبناء اليمن من خلال ما قدمته من كوكبة من أفضل أبنائها، أكثر من 1500 شهيد وأكثر من 11000 جريح خلال 123 يوم. تريد أن تطوي ملف آخر من المقاومة، والمقاومة في مجال البناء والتعمير في مجال الأمن والاستقرار، لكن لا زالت هذه الأيادي التي تريد أن تعبث بأمن واستقرار الوطن وأمن واستقرار محافظة عدن. كما نحن الذي عشنا وعايشنا خلال 113 يوم آلام وأحزان أبناء هذه المحافظة، وقمنا مع أخواننا من شباب المقاومة في مدينة عدن ندرك مدى حقد هذه الجماعات أو هذه الميليشيات التي تريد أن تنال اليوم من هذا الوطن وأن تنال من هذه المحافظة، وأيضا أن توقف مسيرة عمل الحكومة الشرعية في مدينة عدن، وأن لا تستطيع أي عمل، أن لا يكون هناك أي عمل يكون في مصلحة المواطن أو في مصلحة المحافظة. أستاذ نايف، في هذه النقطة الذي تبنى هذا العمل هي أيضا داعش، وهي لعلها على تختلف ربما عن ميليشيا الحوثي وصالح التي تعمل عمل عسكري مباشر واشتباكات وأعمال من هذا النوع. لا فرق بين الجماعات التي تحمل لوائح دمويه والتي تحمل هذه المشاريع التي ليس لها حاضن شعبي وليس لها حاضن في أي محافظة. اليوم من يرفع تراته من يعمل هذا الدمار، ومن يعمل على إدخان جراح هذا البلد وهذا الوطن وهذه المحافظة العزيزة على قلوبنا، اليوم من يكون دماء أخوان رخيصة بهذا الشكل، وتكون هذه الأدوات، أدوات الجرم وأدوات العنف وأدوات التخريب، هي المشروع الأساسي لأي جماعة في ميليشيا التي لا تنطلق من قيم ولا تنطلق من قانون ولا تنطلق من أيضا سماحة أبناء هذا البلد أو توافق أبناء هذا البلد أو تمايز أبناء هذا البلد الذي عانى كثيرا لا زال في تلتقي اليوم في المشاريع من غاب عنا صوت الأستاذ نايف. ما أنت معي أستاذ نايف؟ معي؟ أيوة الآن عاد الصوت. طيب أستاذ نايف، يعني أيضا من ضمن الأمور اللي كنا قد وصلنا في النقاش إليها موضوع الأمن في عدن، يعني الكثير يتساءل أشهر من تحرير عدن والوضع في غاية الهشاشة بهذه الصورة، ما الذي يمنع استتباب الأمن؟ الذي يمنع من استتباب الأمن اليوم والاستتباب في مدينة عدن، وأيضا أن يكون هناك خارطة صحيحة، كل ما قد عملناها مع خروج هذه الميليشيات مع تصفية كل جيوب الميليشيات الحوثي والعفاش في مدينة عدن خلال الأشهر السابقة، كنا قد قمنا بعمل خارطة عملية تحفظ المدينة عدن أمنها واستقرارها، وكانت هناك بدايات، أولها تأهيل كل مراكز الشرطة بدءا من إخواننا في الجانب الإماراتي، أيضا تأهيل كثير من الكوادر الشرطية على مستوى الشرط أو على مستوى الإدارات أو على مستوى البحث أو على مستوى بعض الأجهزة الأمنية الأخرى، لكن ما كان سابقا نتكلم مع هذه الجماعات مع هذه الميليشيات التي كان نعلم بأنها لا تريد أن ترى مدينة عدن في أمن وفي استقرار. للأسف الشديد الوضع في مدينة عدن لا زال يراوح مكانه، ولا زال هناك أدوات أكبر من أدوات الأمن، لا زالت هناك أدوات التخريب وأدوات الميل من هذه المحافظة التي كانت بوابة الانتصار، كانت بوابة المقاومة الأولى، كانت بوابة الدفع بكل المحافظات من أجل أن يكون هناك عنوان واحد وعنوان أمن واستقرار هذه المحافظات، وأيضا التعويض الشرعية إلى هذه المحافظات من هذه الميليشيات وهذه الجماعات.
طيب كنا في سباق مع هذه الجماعات ومدينة عدن في سباق مع هذه الجماعات وهذه الميليشيات التي تريد أن تنال من أمن واستقرار هذه المدينة. نحن ندعو الأخوة في التحالف، مدينة عدن مدينة بسيطة تريد أن يكون هناك دعم في مجال تعليم الشرطة، ويريد أن يكون هناك أيضا التفاف واهتمام قبل الحكومة وأيضا الرئاسة برواتب الموظفين، أيضا أن تكون هذه الأجهزة الأمنية أن تعي مسؤولية اليوم المناطق على عاتقها، بأن يكون كل أفراد وطواقم الأجهزة الأمنية في محافظة عدن متواجدين في المعسكرات، متواجدين في الشرط، متواجدين لأداء مهامهم الوطنية. هنا في سباق مع الزمن أخي أكمل بكل صراحة، سباق مع هذه الميليشيات التي تريد أن تعود عجل في التاريخ وعودة هذه الجماعات، وأن لا يكون هناك أمن ولا يكون استقرار في مدينة عدن. وللأسف الشديد أيضا هناك من يريد أن يرسم في مخيلته أنه ربما سيكون هو المسؤول الأول عن عدن، وربما هناك أيضا بعض من القوى السياسية التي تريد أن تعيد نفسها مرة أخرى إلى الساحة، ولكن على حساب أمن واستقرار هذه المحافظة. أشكرك جزيل الشكر معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف البكري قائد المقاومة الشعبية بعدن، شكرا جزيلا لك. أعود إلى ضيفي في الاستوديو أنيس منصور فيما يتعلق بالإشارة اللي أشار إليها معالي وزير الشباب والرياضة، وطبعا كان محافظ عدن السابق، كان هناك لديه العديد من كان الملفات، كان مديرا للمديرة وكان وكيلا وكان محافظا. تحدث عن كثير من الملفات، الكثير من الترتيبات التي كان ينوى أيضا، وهناك يعني تحرك من أجل ترتيبها وترتيب الوضع في عدن. لكن السؤال المحير أنه يتم إقالة محافظ ولا يتم حتى تعيين بديل حتى الآن، يعني هل هناك تعمد لوضع فراغ يعني إداري في مثل هذه المدينة مثلا؟ سؤالك سؤال وجيه، لكن أنا أقول لك أن موضوع التحدي الموجود ليس له علاقة بمسألة تعيين محافظ أو قرار محافظ أو إقالة محافظ. محافظ نفسه تعرض لمحاولة اغتيال آثمة وقتل 4 من مرافقينه ومن أعز المرافقين أصيب من أهله، وهو محافظ المحافظة آنذاك، لأن هناك من وقف ضده عائقا لا يريده أن يعمل. هذه واحدة. الأمر الثاني أخي، أنا أقول لك أنه الحديث بكل هذه اللغة السلبية الكبيرة جدا هذا لا يغني، هذا هو ايضا حديثا انا ضد الطرح السلبي اللي مطروح حتى من قبل الدكتور احمد عطيه او من قبل الاخ باسم، ان احنا يعني نضع صوره للناس ان الدنيا خلاص انت لا الحياه يعني هذه الاخوه في التحالف سيعملون بكل جهدهم لعودة عدن ولعودة الشرعية ولعودة الوطن إلى حاضنة الدولة مهما كانت ومهما ضارت. ربما هذا سؤال لكن نحن نتحدث عن الواقع الآن. الواقع موجود، هم الآن ماذا يفعلون؟ أليست المدارس والمؤسسات والسفن وغيرها والدعم وإلى إضافة إلى ذلك أن الإمارات أو دول التحالف أكدت أنها، وتحدث بذلك الشيخ صالح بن فريد العلاقي في لقاء مع عدد من الوجهات، أن نحن أمام تحدي كبير وهي هذه الجماعات. لكن للأسف الشديد كان لدينا خطابا إعلاميا كنا نتغاضى عن هؤلاء المتواجدين تحت مسمى أن الحوثي جالس يدغدغ الشعب ويريد أن يضرب الناس تحت مسمى ماذا؟ تنظيم القاعدة أو تحت تسمى الداعشة. طيب أليس باختصار البيان المؤتمر الشعبي العام عندما سقطت عندما تم تحرير باب المندب، كيف كان بيان المؤتمر الشعبي العام وهو يضع إشارات لهذه الجماعات مما يؤكد على أن العلاقة الوثيقة؟ أنا أقول لك الوطن سينتصر، وعدن مثل بحرها تلفظ كل جيفة، لم تنطلي على الاستعمار البريطاني ولا على علي عبد الله صالح وعشيرته وأسرته الذي حول عدن إلى مربعات أمنية وعسكرية واستخباراتية، ولم تنطلي لجماعة الحوثي. عدن ستتصدى لكل مشاريع تريد أن تأمن أو تنال من قيمتها، هناك ناس وهبوا أنفسهم لهذا الوطن لا يمكن أن يستسلموا. طبعا الوقت داهمنا باقي دقيقة أو دقيقتين. الدكتور أحمد عطية فيما يتعلق بدور التحالف، بلا شك كما أشار الأستاذ أنيس أن هناك جهود تبذل وهناك ترتيبات، لكن أيضا التحالف المتواجد في داخل عدن وفي غيرها قادر على أنه يضبط الأمن بشكل أيضا أوسع، وتوسيع دائرة الأماكن الآمنة والتعامل أيضا مع مثل هذه الجماعات التي خصوصا خارجة عن القانون وتتحرك ضد مصالح الدولة. هل التحالف سيبقى معنا إلى الأبد؟ جهوده الآن مشكورة ومذكورة، لكنه إذا لم نقم نحن كيمنيين بلملمة أمورنا وترتيب بيتنا ووضعنا لا يمكن أن يبقى إلى الأبد. الآن إحنا مطالب أن تؤسس أقسام شرطة، أن يثبت آمن، أن تفعل وزارة الداخلية، لأنه مش معقول لك تعمل مراكز شرطة وتجيب فيها يعني جنود إماراتيين وسعوديين. هذا فترة مؤقتة التحالف سيقف معك حتى تقوم على رجليك،
لكن كأساس لا بد أن يكون من اليمنيين أنفسهم، هو هذا الأصل. أما أننا نريد أن نركن على كل شيء، كل ما حصل تبصير أو ضعف أو حادث معين أحلنا إلى التحالف، هذا كلام غير منطقي. التحالف هو جاي يساعد ويدعم، لكن ليس هو الأساس والأصل في ترتيب وضع الداخلي على الإطلاق، ولم يقول عادل هذا الكلام. يعني المسؤولية تكمن في الحكومة ورئاسة الجمهورية، الحكومة القيادة اليمنية، وهؤلاء جاءوا يساعدوك فقط. أما أننا نحملهم كل خطأ أو تقصير، هذا كلام غير منطقي ولا يقول له عاقل، سواء كان في الحكومة أو في الشعب. أشكرك جزيل الشكر الدكتور أحمد عطية، عضو لجنة صياغة الدستور، عضو مؤتمر الحوار، شكرا جزيلا لك. سوانيس أشكرك جزيل الشكر أيضا، صحفي ورئيس تحرير موقع هنا عدن، انتهى من الوقت. كان بودنا أيضا نأخذ معك، كان لدينا كثير من، لكن إن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله. مشاهدينا أيضا أشكر لكم حسن المتابعة، بإذن الله تعالى نلقاكم غدا في حلقة جديدة من برنامج مستقبل الوطن. حتى ذلكم الحين استودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.